امسكي يا نجمه، ده الكارت بتاعي، قلبيني في اي وقت ارد عليك على طول. اف مش معقول كده، انا زهقت. مش كده، في ايه؟ بس يا جماعه الاستاذه هتتضايق وهتمشينا كلنا. الله اعرف ده اف بجد. عايزه ايه؟ عايزه ايه يا استاذه؟ اصل انت مش فاهمه. تعالي بصي، اصل الناس دي في منهم اللي عايز يتصور، في منهم اللي عايز يسرق، في منهم اللي عايز يتحرش. لو سمحت مالكش دعوه بجمهوري، سيب اللي عاوز يتصور يتصور، واللي عاوز يسرق يسرق، واللي عاوز يعمل اي حاجه تانية يعملها. نعم. اه طب البسي يعني ما عدا الاخرانيه دي طبعا. يعني ليه يا استاذه بنسيب الاخرانيه دي؟ ده حتى يبقى من ست اعلاني عظيم جمهور ليلى عابد يتحرش بها اثناء تاديتها دورها في فيلمها الجديد يا استاذه. عبد الله انت الصحافه دلوقتي، مش ممكن دماغك دي. انا كنت عايز اعمل دعايه للفيلم وخلاص. مش وقته خالص. يلا يا ابني، يلا يا ابني يا حبيبي. في ايه؟ في ايه؟ اول مره تشوفوا فنانين لايف؟ اتكل على الله، انت وهو. ايه هيقولوا علينا ما بنفهمش في الاصول؟ ايه ده؟ مش ممكن. مش انت المعلم قبح؟ قبح انح بقى قبح. هي التعبير خانها، بس خانها التعبير. ايه يا استاذه في ايه؟ انا المعلم انح؟ ايه افتكرتيني؟ ايوه طبعا فاكراك يا معلم. ازاي بس انساك وانا متربيه في وسطيكوا؟ ازيك يا ست ليلى؟ ها مش عارفاني؟ انا محمود حوكه. ايه محمود مش فاكراني من ستي وزمان لما كنت بلعب معاك انت واستاذ حسن وانتوا صغيرين؟ لا مش فاكراك. مين فاكرك؟ محمود. فاكره لما كنت بتلعبي عروسه وعريس مع حسن تحت بير السلم؟ مش انا كنت ببقى واقف على الباب بره عشان اي حد لو جاي؟ كنت بتقابلهم على الباب نادرجي؟ اه وبرحال قوي. ما احنا كنا صغيرين مش فاهمين. بس حسن كان كبير وفاهم. انت هتتقصعلي يا انح؟ هتتقصعلي؟ ايوه افتكرتك يا محمود، وافتكرت كمان لما كنت انا اقف اراقب لكم السكه بره لما كان حسن يعمل عريس وانت تعمل عروسه. نعم. حسن يعمل العريس وانت تعمل ال لا مش فاكرها انا دي خالص. مش فاكرها؟ ما احنا كنا صغيرين مش فاهمين يا انح. بس حسن كان كبير وفاهم. ما تعمليش كده يا انح عشان بتعصبني. حسن كان كبير يا كوفي. خلاص يا انح. يا جماعه كانت ايام. عموما انا مبسوطه قوي ان انا شفتكم. هضطر بقى استاذن دلوقتي عشان اجهز للتصوير. يلا باي. ست ليلى بعد اذنك بس ثانيه واحده. ايه؟ هو البوت اللي في الافلام حقيقي ولا جد؟ انا هتجنن من الموضوع اللي مش عارف. انت بتقول ايه؟ يعني انت هتتبسط النهارده؟ ايه قله الادب والسفاهه اللي انت فيها دي؟ انت ازاي بتقول لي كده؟ انا ما بعملش بوس الا اذا كان في سياق الدراما. بعد ما بعملش بوس. اتفضلي يا استاذ. دينا يا فنانه. ياه اخيرا شفنا الفنانه ليلى. ده فكرتنا بالذي مضى والذي كان والذي هو. والله ياه شيل ايدك من عليا. بقول شيل ايدك من عليا. شيل ايدك يا اخويا من عليا. كنا صغيرين مش فاهمين احنا. بس حسن كان كبير. ما تضايقنيش يا انح بالحركه دي. انح ما تترقصش يا انح. الله. وبعدين انت ايه اللي وداك تحت بير السلم امبارح؟ كنت بسترجع ذكرياتي مش اكتر. ظلمتك يا اخي والله. يا بيومي. ايوه يا استاذ. ايوه يا استاذ. كله يا ابن الطهوط رزع بقى في حته يا اخي. والمصحف اعمل في وشك ايه؟ ما هو بايظ. حرام عليكم انتوا خلقكم عامل ايه ده؟ ايه؟ انا عارف حضرتك. انا مش حضرتك بتاع مسلسل الدعايه؟ دعايه؟ ايوه مسلسل الدعايه البطل استاذ علي سلامه. لا التاني بتاع رخيصي. أيوة. انت اللهم صل على النبي عليك. ركز يا عم انت. امال انت مين انت؟ انا تامر هجرس. ايوه عارفه. شفتني الطويل ده ابو عضلات؟ ايوه انا اللي لونه اصفر ده. ايوه اقعد يلا اقعد بقى انت. وهو ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ دكتور سنان قاعد؟ ايه ده حضرتك؟ ايه ده؟ ايه حضرتك القلطة اللي فيها دي؟ ايه يا معلم انح في التمثيل؟ بص ما تكلمنيش يا معلم انح، انا ما اتفرجتش غير على اجنبي. ايه ده؟ هاي فيلم جاد فازر؟ ايه ده؟ ده بتاع مين جاد فازر ده؟ بتاع الفنانة العالمي كابتشينو. ده ايه مين كابتشينو ده؟ ده الممثل بتاع لحظات استاذ بس. بس طب بس واطلع بره بقى. بس واخرس. ماشي يا تلقين. يلا ما تجيش لنا. يلا يلا اطلع بره. امسى قوم انت كمان. ايه ده؟ ايه ده؟ ولد ولد في ايه يا عم؟ انت واقف اتفرج على الفيلم. انت بتزعل يد يعني؟ مش انا اللي طردت. انا اتقتلت يا ابني.
يا حبيبي انا المعلم. يا لم وشك يا اهو يا سيدي. اقف ورا يلا بسرعه. حاضر. اوعى. ايه ده؟ ده حاجه تترزعوا هنا ومحدش يتحرك. انا عايز المكان فاضي خلاص. هو انت اسمك ايه؟ يلا تعالي 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 يا موائل. خش تعالى يا موائل. يا موائل اخبارك ايه؟ ايه يا حسن؟ طب خلنا ايه النهارده؟ لا طب خالك بقى الاكل اللي انت بتحبه كله. ماشي ماشي. هو انا كلامي بقى ما بيتسمعش؟ انا مش قلت عايز الزفت الحاره دي فاضيه؟ ايه ده ايه ده انت بتزعق لنا ولا ايه؟ الحق استنى انت يا حسن. حق يا دين. الشبح اسمه ايه بقى على الصوت العالي اللي انت عامله ده؟ لا اتكلم معاك كويس. ده ايه اللي انت عملته ده؟ اتكلم معاك كويس. طب تعالى لي بقى. لا دي شكلها حاره لابش بقى كده وهنقل ادبنا. ادينا معلش انا ما خدتش بالي بس. هو الواد ده عمل لك كده ولا ايه؟ صدق عمل لي كده فعلا. انا اتهيأ لي انه عمل لك كده. هو فعلا عمل لي كده. معقوله يكون عمل لك كده؟ عمل لي كده وسكت. لا ما انت غلطانه، واحد يعمل لك كده ما تخليك تحت يا ابني، ما انت كل ما تطلع عن مرمطك. تصدق انت عندك حق. صرافي يا ده. الحقوني يا ناس الحقوني. ايه ده ايه ده ايه ده؟ في ايه يا حسن؟ ما تبسمش يا حسن، الراجل هيموت في ايديك. ما يموت في ايديها. جابوا النفس واد قليل الادب لازم يتربى. وبعدين وقع في ايد مين؟ وقع في ايد دينا. الناس دي ضيوف عندنا. ضيوف عندنا؟ استنى يا دينا. قرايبكم ولا ايه؟ لا خالص. اشتغل يا دين. كفرة. يا سي حسن حرام حرام كده، الظلم حرام. ايوه يعني يعني تعرفوهم يعني ولا ايه؟ اه. استني يا دين. صاحبك مثلا؟ لا خالص. اشتغل يا دين. يا مشركين. يا حسن حرام عليك يا حسن، الناس دي ضيوف عندنا. خلاص يا دين خلاص يا دين، سيبيه سيبيه. خلاص يا باشمهندس، حقك علينا احنا يا باشمهندس. حقك يعني ايه؟ حقه عليك يعني ايه؟ واحد غلط ولازم يتربى. تعال تعال. مال ينفع اللي حصل حضرتك ده؟ ايه ده؟ ينفع اللي حصل ده؟ حصل؟ ايه اللي حصل؟ سناني. سنانك مالها؟ طلعتها. هتنزل هتنزل ما تقلقش ما تقلقش. تعال تعال تعال. انتوا مين؟ مين دول؟ مين دول؟ جايين هنا يعملوا ايه؟ دول جايين هنا اكيد يصوروا فيلم. دول جايين يصوروا فيلم؟ اه جايين يصوروا فيلم. تكلم جد يصوروا فيلم؟ يا سلام. أيوة. يا سلام. عارف حضرتك احنا لينا معارف في السينما برضو. تعرف الاستاذه ليلى عابد؟ وفي حد ما يعرفش البومه؟ ايه يا دين؟ ايه يا دين؟ ما خلاص العمر عدى خلاص يا بنتي. ليلى عابد انا اعرفها اصلا من زمان، كنا مع بعض في الكليه. تعرفها؟ يا جماعه هي بطله الفيلم اللي جايه تصور النهارده. يا نهار اسود، كانت ناقصاها. ليلى عابد جايه تصور النهارده؟ ايوه. دينا اطلعي انت دلوقتي، اطلعي دلوقتي. طبعا اطلع دلوقتي عشان ترجع قصه الحب القديم يا روميو. مش مساله روميو، خلاص الشكل اختلف يا بنتي والصلع مبهدلاني. يلا اتكلي انت على الله. مش هطلع. اطلعي بقول لك يا دينا. مش طالعه. بقول لك اطلع احسن لك. وربنا ما هطلع. اطلعي بدل ما مرمطي. يا عم مش طالعه. اطلعي بقول لك. خلاص نطلع احنا، نطلع احنا. يلا ماما نطلع بقى. بعدين بقى وبعدين عشان خاطر ما الناس ما تلمش علينا في الحاره. الله. ما خلاص بقى يا ست دينا، في ايه؟ احنا مستحيل نخليهم يقربوا من بعض يعني، واحنا واقفين كوركات في المنطقه. بقول لك ايه، انتوا اصحابه هداروا عليه. لا كل اللي كده يا ست دينا، احنا ناس ما لناش غير الصرف. شرف ايه يا محمود؟ ده انت كنت بتقف لهم لدرج زمان. والله ما قلت لها حاجه. مش كده يا انح؟ شيل ايدك من عليا بقول. شيل ايدك من عليا. كنا صغيرين مش فاهمين. بس حسن كان كبير وما تضايقنيش يا انح بالحركه دي يا انح. انا طول عمري كبير يا معلم ولا ايه؟ يلا اطلع يا دين. ماشي انا هطلع دلوقتي، بس قسما بالله يا حسن لو عرفت ان انت واقف معاها مش هيحصل لك. طيب ماشي اتكل على الله. يلا يا واد يا وائل. تحب استناه بره؟ لا بص ما تفتريش بالقوه اللي ربنا اديها لك دي. ها مش عشان عملت شويه عضلات هتفتري على الناس. يلا اتكل على الله. لسه جاي من الجيم وسخنان. خلاص ماشي يلا. ماشي يلا. انا عايز اعرف. يلا تياترو مصر. معلش معلش معلش، ناسفين جدا. معقولة؟ معقولة ليلى عابد جت لغاية هنا
جت لذكرياتها القديمه اكيد عارفه طبعا. وبعدين ما هي اللي غلطانه، المفروض هي اللي عارفه مكان انا ما اعرفش مكانها. كان الزمان يعني من زمان كان المفروض تيجي تزورني، بس مش اشكال مش اشكال، الحمد لله انها جت. انا حاسس ان انا سخن، حاسس ان انا سائع، حاسس 100 احساس. يا حسن اهدى بلاش تهور، اهدى يا حسن، ما ينفعش كده، مراتك موجوده لو شافتكوا مش هيحصل كويس. خلاص عشان ما تشوفناش عايزك تقف لي على الناصي. ها ماشي. اول ما هي تيجي تقول لي ايه؟ وشك. ايوه هقول لك وشك اول ما تيجي. حسن. ايوه زي زمان. ها ايوه زي زمان. يلا تحب انت الحكايه دي؟ تعالى بس اسلم عصير واهدى. ها وروق نفسك. ليلى عابد هنا يا معلم. ايوه يا سي حسن تعالى. ليلى عابد هنا يا حمار. اه انح سماسم النوح. اه سماسم مراتي. سماسم مش هتيجي؟ مش هروح. وبعزم ما عندي بقول بتوت مجروح. مش هروح مش هروح. وحشتني يا أنا. وحشتني يا بنت. يا اختي الشنب حلو صغنن يا اختي. أنا عرفتك على الناس يا بره ولا ايه؟ يا محمود يا محمود دي مراته يا ابني مراته. اه لا مؤاخذة يا معلم. يا اخي يموت الزمار الزمار. يموت الزمارة. جميل يا خروف. بس يا بنت بغير من شلبي. عامل ايه يا انا؟ الحمد لله يا بنت. عامله ايه؟ الحمد لله. بقول لك ايه؟ ايه الكراكيب اللي في الحاره دي؟ هو في ساكن جديد؟ ساكن ايه يا بنت؟ ده هيصوروا عندنا هنا فيلم سينما. فيلم؟ هنطلع في التلفزيون؟ دي اشكال تطلع في التلفزيون؟ ما ينفعش يا بنت، هيصوروا حيطان الحاره. امال مين هيطلع في الفيلم؟ الفنانه القديره ليلى عابد. ليلى عابد؟ ليلى عابد؟ ايوه ليلى عابد. ليلى عابد يا خرابي دي صاحبتي. يا لهوي دي عشره عمر، صديقه عمري والله يا انا. والله انت غلبانه، انت فاكره ان ليلى عابد هتفتكرك انت؟ اه طبعا تفتكرني، ده انا كنت معاها في المدرسه، ده انا كنت كاتبه اسرارها. كاتبه اسرارها على الطلاق ما هتفتكرك. يا لهوي يا انا انت نسيت، مش انا قلت لك ان هي كانت تروح تقول لامها ان هي عندي في البيت وتنزل تقابل حسن في بير السلم يلعبوا عريس وعروسه؟ حتى بالاماره محمود كان بيقابلوا النجار. ما خلاص بقى يا ست الناس. ما تسكت مراتك يا انا. يا محمود انا رايي تهاجر هجره غير شرعيه. ايوه مش هتفتكرك يا بنت صدقيني. ولا الهدوم اللي كانت بتاخدها تروح تصور بيها. على الطلاق ما هتفتكرك. وانها هتفتكرني. تراهنيني؟ اراهنك. ماشي خلاص اقول لك على حاجه. لو افتكرتك 2000 جنيه مني. هتديني فلوس؟ اه هديكي فلوس. بس لو ما افتكرتكيش هحلق راسي بالموس. يا ريت. واقول لك على حاجه كمان، انت اللي هتحلقها بايدك. ده يوم المنى يا بنت. بس بقول لك ايه، عايزه شويه كباب وشويه بط وشويه حمام وشويه فاكهه وشويه عصير وحاجات كده كتير. ليه هو في وليمه؟ وليمه؟ وليمه ليه؟ تحب النكت انت؟ لا ده كله عشان خاطر ليلى. ما اكيد ليلى هتيجي تقعد عندي في البيت، راح اوضب البيت واوضب نفسي وابعت لي حاجات على البيت. ماشي يلا اتكلي على الله. يا حبيبتي يا ليلى. والله العظيم البت دي مخدوعه، الفكرة ان ليلى عابد هتفتكرها هي. يا ابني دي اصيله، يا ابني ليلى دي اصيله، ما دام جت تصور عندنا يبقى اصيله. بص يا استاذه هنشوط المشهد من هنا. ماشي اوكي ركزي معايا بقى. انا قلقانه معلش يا استاذ قوي. لا 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 ما تقلقيش خالص، اوعي تقلقي وانا موجود. انت ما شفتيش اخر فيلم ليا الناس كانت بتسقف ازاي؟ ايه ده وانت سمعتهم بنفسك؟ لا انا حسيتهم بس. الحمد لله الحمد لله. بس ركزي بقى في المشهد اللي جاي، استحضري الحاله. ماشي يلا. ليلى. ايه ده حسن؟ ازيك يا ليلى؟ ازيك يا حسن؟ عامله ايه؟ الحمد لله. وحشتيني قوي يا ليلى. وانت كمان وحشتني قوي يا حسن. ياه شكلك اتغير خالص. وانت كمان تخنت شويه. ما عرفتيش تحافظي على نفسك زيي خالص. انت تخنت شويه يا حسن. لا شويه صغيرين يعني. يا وما سالتيش عليا الفتره دي كلها يعني، انت عارفه المكان كان على الاقل تيجي تسالي عليا. انا اصلا مش مصدقه نفسي ان احنا اخيرا اتقابلنا. يا انا مش عارف اقول لك ايه يا ليلى بجد. طب انت هتخلصي التصوير واحنا مع بعضينا بقى. ها يا استاذه يا استاذه عايزين نصور مش وقته. ثانيه واحده بس، اصل انت مش فاهم، حسن ده حب قديم قوي، اول حب في حياتي، بس الظروف ما خلتناش نتجوز. يا حسن. الله يا استاذه دي قصه رائعه. الفنانه ليلى عابد ترجع الى حب عمرها القديم مره اخرى. يا ابني يا ابني مش وقته، عايزين نصور. يلا يا جماعه نجهز. فين يا استاذ؟ طب بص يا حسن، ممكن بس تستنى على
جنب شويه لحد ما نخلص تصوير وبعدين نتكلم. طب بس عشان ما تمشيش يعني، افرضي ما عرفش قبلك بعد التصوير. لا ده رقم تليفوني وده عنوان مكتبي، هنبقى نتكلم بعدين. عندك مكتب؟ اه. قبل فيه الناس؟ اه. ما شاء الله ما شاء الله. ماشي سيبنا نشتغل بقى دلوقتي يا حسن. اتفضلي. ماشي بس اوكي. بعد ما تخلصي ها مع بعضينا لان يعني ماشي. اوكي يلا. ماشي اتكل على الله. يلا يا حسن. يا مفاتن انا جايه اهو. انت كنت فين يا بت؟ كنت عندي قابلتي جوه يا بت. كنت بتعملي ايه يا بت؟ يا بت كنت بظبطها عشان تظبطنا في الشغل كده. اسكتي يا بت يا انصاف، دي الغره النهارده كانت جامده قوي. اسكتي بقى ما تفكرنيش، ده هي تاخدهم كلهم يا اختي كده شطه واحده ونخلص منهم. ياخدهم كلهم اه، انما هتلر لا، ده هتلر ده قلبي وروحي وحشايا. يا لهوي عليه وعلى شنبه. ما تهمدي شويه يا بت، يعني اللي جابت هتلر ده يا اختي ما جابتش غيره ولا ايه؟ يا اختي بقى جابت ولا ما جابتش؟ اه هو هتلر وبعد. طب بس بقى وسيبك من المنايل على عينه ده، وتعالي يا اختي دوري على المنايل على عينه التاني. مين؟ اللي هو العمده راح فين يا بنت؟ ده من ساعه الغره ما قامت والنور طفى مش باين له حس ولا خبر. ازيكم يا عاهرات؟ عاملين ايه؟ ياللي لحم كتفنا من خيركم. ياللي من غيركم نقفل الكباريه ده خالص، محدش هيجي. عاملين ايه؟ اهلا يا خواجه. ازيك يا حبيبتي؟ اهلا بيك انت. ازيك يا اصناف؟ اخبارك ايه؟ تمام. إيه ده اسمك ولا اسم حد تاني؟ اسمي والله يا خواجه. وازيك يا مفاتن؟ ازيك يا كاريوكي، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كويسه يا اخويا الحمد لله. انت شغاله ايه عندنا هنا يا حبيبتي؟ فتات ليه؟ طب دي شغلانه خرام. شغلانه خرام، اشتغلي شغلانه خلال تكسبي منها، عيالك لسه صغننين. ليه يا حبيبتي الشغلانه دي؟ توبي. ازاي بس ازاي؟ انت هتعملي لي زي صباح المغنيه، كل ما اقول لها توبي تقول بيقولوا لي توبي. ازاي بس ازاي؟ هي نيتها من جوه مش عايزه، هي مش حابه توب. هي من صغرها تقول لك من صغرنا واحنا بنبني عشنا مع بقيه، من وهي صغيره ضايعه. ليه تدمري مستقبلك؟ انت لسه صغننه يا حبيبتي. طب اعمل ايه طيب؟ توبي. لا مش هتوب. توبي. مش هتوب. هتوبي امتى؟ محدش هيقول لك توبي غيري في المكان ده. اسمعي الكلام يا حبيبتي، اسمعي. مش هتوب، مش هتوب بقى على الله. طب بقول لك ايه يا خواجه؟ ايه يا حبيبتي؟ ما تيجي انت معايا النهارده ونتوب انا وانت بكره. انت تصدقي بالله؟ انت تعلمي العفه. انا مش عارف جايبك ليه في الكباريه، دي غلطه، غلطه مني. اتنيلي امشي اما تشوف العمده مزنوق جوه في الحمام بقاله ساعه مش راضي يطلع. انت يا خماره. اوعى ايدك. ايه؟ انت عايزه ايه؟ ما تمسكنيش كده. تعالي يا خماره بس كده. عايزه ايه؟ عايزه ايه انت اللي عايزه ايه؟ انت ما تعرفش انا مين؟ ده انا اللي حاربت الانجليز في الحمله الانجليزيه، وحاربت البريطانيين في الحمله البريطانيه، وحاربت البيزنطيين في الحمله البيزنطينيه، وحاربت الناموس في باب الشعريه. ايه ده؟ انت ايه اللي انت لابسه ده يا عمده؟ ده كارينا. الله يخرب بيت الانجليز والحاجات اللي بيجيبوها معاهم وهم جايين. هم الثلاث دول اللي قالوا لي، قالوا لي عايز تبقى عمدة مارينا البس كريمة. انت جاي انت عمدة لعبة ولا ايه؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ بقول لك ايه يا عمدة؟ كل الزباين مش موجودين، ما فاضلش هنا في الكباريه غيرنا احنا والاسطى بديع وسبع السباع يا عمدة. مين يا بنت سبع السباع ده؟ انت خمارة؟ انت خماره اكيد بيضحكوا عليكي. سبع السباع ده يعني بيعكسوكي عشان يسرقوكي في محصول القطن يا غبيه. والله اه والله يا خبيب. يا بنت ثلاثة والله العظيم كلامك صح. ايوه يا خبيب هضحك عليك ليه؟ والله يبقى لهم حق، انا بايع القطن اصلا وجاي هنا عشان خاطر اقعد معاهم. تصدق بالله؟ لا اله الا الله يا خبيب. ست الناس مرات اللي في البيت شبهك بالظبط. طب هيضحكوا عليكي وهياخدوا منك محصول القطن، فهمي؟ يبقى لك الحلاوه لو عملوا كده. انت خماره بقول لك هيضحكوا عليكي، انت مخك زنخ. طب انا قلت لك بقى انا اللي عايزهم يعملوا كده، انت مالك انت؟ ده ايه ده؟
انا طالع معاهم، عايز حاجه؟ ربنا يخليك. يلا بقى يا عمده. يلا يلا، لو حد سال عليا اقول لهم بيغير زيت. يلا بقى. ايه ده ايه ده، والله العظيم العمده ده شكله هيجيب البلد دي في داهيه.